أي قصة جن حقيقية تسمعها هي عبارة عن معاناة أشخاص، يعني القصة مو للرعب فقط، للفائدة حتى تتعظ من الأشياء اللي تسويه. أحيانا تكون أنت إنسان طبيعي، احتمال تمر بظرف وهالظرف هذا يكون قاسي عليك، هو فقدان شخص عزيز أو أي حاجة ثانية، بعدها تدخل بحالة نفسية، وهاي الحالة النفسية تقوم تشوفها كأشياء، وبعدها تتطور واحتمال يتدخل بيها الجن، وأحيانا تكون حالة نفسية صافية لكن أنت تشوف أشياء ما حد يشوفها، وتبدي الناس تكذبك على أشياء اللي يصير وياك. القصة مال اليوم قصة الشخص نقلها إليه، مخيفة ومرعبة، حدثت بالعراق بأحد المناطق الشمالية. قصة راح تعرفون بيها أسرار عن عالم الجن وشلون يتمكنون من الإنسان، لأن هذا الشخص مر بدرس قاسي. قبل لا أبدي بيها حاب أشكركم على التفاعل اللي أنتوا تقدموه إليه من لايكات. أتذكر بأحد القصص طلبت من عندكم 5000 لايك على قصة ووصلتوني أكثر من 20000. أوقف أوقف، صدقتوا أصلا ما وصلتوني 2000، فمشكورين رحم الله والديكم. وريدكم تتفاعلون، عمي ما أريد 5000، 10000 ندري بيكم أنتوا كريمين، خلوا هذا الفيديو يوصل 10000 فقط لايك، يعني لا تنسى من أول دقيقة تدخل انطين لايك يا أخي، فرحوني خلي شوية يصعد الليفل. وقبل لا أبدأ بالقصة حصل لي نفسك وقرأ أذكارك وبسم الله نبدأ. الاسم اللي راح استخدمه بالقصة هو اسم مستعار، شخص اسمه سجاد طلب من عندي واني عز علي متابع يطلب اسم، وصاحب القصة قال ما أقدر أعطيك اسمي الحقيقي، طلع اسم من يمك، فأنا اختاريت اسم سجاد بالقصة وأنا راح أخذ الدور بها. اسمي سجاد من بغداد، من الزعفرانية تحديدا. بال2008 تقريبا صار فد أمر معين علي وعلى عائلتي، وبذاك الوقت عائلتي كانوا يعني كبار بالسن فظلوا جالسين، أما بالنسبة لي هاني اضطريت أتغرب عنهم وأروح أسكن بأحد المحافظات الشمالية. كنت تعبان جدا وشغل ما عندي، والفلوس اللي يدزوهن أهلي لي قليلات وما يكفني. كنت بذاك الوقت مستأجر بيت وقاعد ويا شباب 2، وبعد ما صارت مشاكل اضطريت أطلع وحدي. لقيت بيت كان رخيص، البيت مساحته 300 متر، أخذته بسعر رخيص جدا، هيك بيوت تتأجر غالي. أنا لما أخذته قلت أستثمره، يعني أقعد ويا شباب 3 4 10 ما عندي إشكال. البيت متكون من دورين والبيت بعد بأثاث، يعني حتى ما راح أتعب. استأجرته وقعدت بي يوما ما شعرت بارتياح نهائيا، كل الأشياء اللي جاي تصير بالبيت غريبة، من حركة بتالي الليل، أشياء تسقط بالمطبخ وأقعد الصبح ألقى حاجات متكسرة، أحيانا أسمع صوتي ناديني، أشغل التلفزيون بصوت عالي على أغاني، أسمع واحد يصفق بإيدي. كل هاي الأشياء كانت تصير بالبداية، كنت طايش ومنطيها وضعية العادي، حتى ذا البيت مسكون وبيجن ما راح يهموني وما راح يقدرون علي، هذا اللي أنا كنت محسبه. المهم عدت الأيام ويمكن 15 يوم، بعدها وقفني أحد الجيران اللي أصلا بالقوة يتكلم عربي، ما أعرف شلون كل الناس كانت ما تتكلم وياي بحجة إنه هم ما يعرفون يتكلمون، يعني ما كانوا يتواصلون وياي. هالشخص هذا كان يعرف عربي مكسر وسألني وقال لي أنت من وين، وقلت له أنا من بغداد، وقال لي أنت استأجرت هنا وقعدت، كان سؤاله غبي بعض الشيء. قلت له إيه أنا استأجرت هنا، قال لي وشون استأجرت هذا البيت ما حد يقدر يسكن بي، قلت له وليش ما حد يقدر، قال هذا البيت مسكون بجن. وأكيد هاي المعلومة اللي قالها ما جابت فد حاجة تايها عن بالي، الأشياء اللي جاي تصير وياي أكدت لي أنه البيت مسكون بجن، وهالرجل هذا خلاص يعني يعرف بي. سألته يعني على البيت وليش نسكن وصال لشقيد والبيت مبين ما متروك ونظيف، فما جاوبني وعافني ومشي وراح دخل البيت، وأنا رحت جبت عدة أغراض ورجعت. اليوم حاب أسوي سهرة ويا روحي، تليفونات كانت طبيعية وعادي، وبذاك الوقت كان عندي سيدي وأقراص وجبت وياي إشكن فيلم، ومن ضمن هاي الأفلام
كان فيلم مباحي حتى ما اخفي لكم الامر، ظليت اطالع على الافلام لحد ما حطيت هالفيلم هذا الاباحي، وما احكي لكم الناس رب ما خلقتني بي. بعدها ظليت اطالع ومركز مطفي الاضوية، واللي حدث حسيت اكو حركة قريبة مني. تخيل التفتت لقيت البردة اللي كانت اصلا وراي اتحركت كأنه اكو حد واقف وراها. من الخوف قمت مباشرة وفتحتها وما كان اكو اي احد، وبطريق رجوعي حتى اقعد على الكنبة عدت مرة وما كانت لابسة حاجة حرمة، وفاتت وراحت. شفتها بس من قدام الباب وبعدين اختفت. رحت اركض وما لقيتها، والفيلم كان مشتغل بصوت ناصي، وبعدها على التلفزيون وحده بصوت عالي ومو طبيعي. وانتو تخيل الصوت اللي رج البيت بالكامل، وبديت اسمع صوت على الدرج. رحت اركض، طفيت التلفزيون وركضت للغرفة. دخلت شعرت بخوف وقشعريرة مو طبيعية. هذا البيت يمكن ما يوالمني، او لازم اجيب اكو احد يعني يقعد وياي، ما معقولة راح اقعد وحدي، واصلا البيت كبير ما راح اقدر انظفه. باليوم الثاني قررت اخابر صاحب البيت واقول له ما اريد البيت، واول ما قعدت سويت هذا الشيء وقلت له انا ما اريده. قال لي اذا تريد اترك البيت واطلع عادي، بس ترى ما ارجع لك مال الاشهر اللي انطيتهن. كنت دافع له مال 5 شهور وانا بعدني شهر واحد ما مكمل. قلت له بس هذا مو اتفاق. قال لا، بيناتنا عقد انا وياك، وانت استاجرت من عندي، واقرا العقد زين، ما نرجع حاجه اذا ردت تطلع. بعدين انت ليش تريد تعوف البيت وتطلع؟ قلت له انت غصبت علي والبيت مسكون بجن. قال اي جن؟ انا منطيك بيت صفر وما حد ساكن بي، من اللي ضحك عليك؟ قلت له ما حد ضحك علي، المره الحرمه اللي عدت وما لابسه حاجه. قام يضحك بصوت عالي وقال لي اي حرمه الفاتت؟ مو زين انت شاب عزاب ووحدك، مو زين اكو عندك حرمه، وسد التليفون بوجهي. رجعت اتصلت علي ما فتح علي خط، وبعدها ظليت افكر بكلامه. وعدت الساعات وغفيت، وبعدها قعدت وما اعرف شنو اللي صار وما اعرف شنو. المهم العصرية الظهرية قامت تعدي علي الايام وانا متلخبط وما جاي افهم راسي من رجلي بهالبيت، لحد ما لقيت الرجل نفسه جيراني وسألته ولحيت عليه واصريت وعرفت سر مرعب مدفون بهالبيت. والسر كان كالآتي: البيت هذا صارت بيه جريمة قتل، ما اريد اتكلم بحيثياتها لان احتمال الفيديو ينمسح. ابشع جريمة يمكن مرت بالتاريخ، ما تجي مثل هاي الجريمة ب1%، يعني صار كارثة بي من شدة الرعب والخوف اللي حسيت بيها. وهذا الرجل يتكلم مع العلم ما كان يعرف يتكلم العربية قوية، مكسرة وخفت، يعني احتمال البيت مسكون بجن، او احتمال القرين ساكن بالبيت، لان القرين احيانا يكون بالمقبرة واحيانا يكون بالبيت مال الشخص الميت. شاب وبعدني صغير، ما راح احاول اضيع نفسي بهاي الترهات والاشياء مال الجن، خلي انسى الموضوع واطلع. وفعلا بديت اطلع وافتار واروح للسواقة وارجع يوم اول يوم ثاني. وبأحد الأيام تعرفت على شاب عراقي اسمه مهند يدور على سكن، وقلت له أنا عندي بيت مساحته هلقد هلقد، تاخذ اللي يعجبك وتدفع وياي الإيجار. وحتى ما قلت له أنا مأجر رخيص، أخذت من عنده إيجار مال 2 شهر. وإجا وجلس وياي وانبهر، قال هذا بيتكم أنتم مشتري؟ قلت له لا أنا مستأجر. قالوا ليش مستأجر بيت بهالكبر؟ وليش هذا البيت صاير بالأطراف يعني؟ قلت له البيت مريح وجميل. المهم ليلة واحدة، واللي حدث باليوم الثاني، قعدت الصبح لقيته لام غراضه وجنته يريد يطلع. سألته وقلت له وين رايح؟ قال انت مو جيت ورجعت الي الفلوس بالليل بوقت متأخر، وكان حتى شكلك غريب كأنه سكران. وقلت لي تطلع من البيت وانطيتني الفلوس؟ قلت له اي فلوس؟ قال انت انطيتني. قلت له انا ما انطيتك حاجة واني ما طلبت منك تطلع. قال لا ذني وينهن؟ انا خليتهن. راح وفتح مادة المحفظة وطلعت فارغة. بعدين ظل يطالع بي وقال انت اخذتهن اكيد، رجعت لما نمت مدري. قلت له دقيقة جاي اقول لك انا ما جيت عليك وما وصلت بذاك الوقت. قلت له لا لا خليك قاعد. رجع جنته وهو يطالع علي بكل غرابة.
سألني وقال لي هو أنت تشرب؟ البارحة جيتني وحركتك غريبة جدا بالغرفة وظليت تفتر، وحتى بذاك الوقت تطالع بي وعيونك تنفتح يا رجل، خوفتني. وبدأ يضحك وياي. المهم قلت له خلاص بقلبي، يعني أنت مار على أيام سودة مثلي، هذا اللي كنت أنا متوقعه. وفعلا توقعي كان بمحله. وبعدها يمكن بيومين كل ساعة يجي يسألني، يقول لي انت هواي تطلع وتروح الدورة المياه، لان هو كان نايم بغرفة قريبة جدا عن دورة المياه او الصحيات. وانا اقول له اي اي اني، بس اني ما متحرك من مكاني وما ادري، اني هم اسمع اصوات. بعدين قال لي شنو هاي الاصوات اللي تصير بالمطبخ؟ يسأل وانا جاوبه انا رح سويت اكل اني كذا. اخير شي قال لي اني اطلع ما القاك، انت شو بسرعة تتنقل؟ اقول له عادي وليش الهم وانسيه. يومين والثالث او الرابع ما اذكر بالمضبوط، كنت نايم تقريبا على الساعة 3، هذا الكلام الفجر، وكان اسمعه بصوت عالي يتكلم او جاي يتعارك، يقول له انت مالك حق تجي، وانت شلون الطوب، وانت كأنه جاي يتكلم ويا شخص. حاولت اركز بالكلام اللي جاي يقوله، يمكن يخابر شخص بالتليفون. لا لا، هذا جاي يقصد شخص داخل البيت. انت شلون تتجرأ وتفتح جنتي؟ انت شلون تتجرأ تطشر ملابسي؟ انت من اللي سمح لك؟ ويصيح بصوت عالي. وبعدين قام يصيح اخ عيني لا تضرب، ويصيح بصوت عالي. قفزت من مكاني ورحت اتمشى باتجاه الغرفة. ليش قفزت ورحت اتمشى؟ انا اقول لكم، لان يوم اللي طلعت شفت اشخاص واقفين ويطالعون بي، حاولت اتجاهلهم لان كانوا من الجن. ويوم اللي وصلت للباب مال الغرفة لقيت واحد واقف وكان متشتف بطريقة غريبة وصاك على ايديه، يعني هيك على صدره ويطالع بيه. وسمعت صوتي يقول لي اتركه ولا تروح عليه. ظليت اطالع وكنت مصر اروح عليه، فقلت لهم انتم منو وش رايدين؟ بعد ما قلت هذا الكلام اختفوا. رحت اركض باتجاه الباب، فتحتها لقيت هالشاب هذا عينه تنزف دم وفاقد الوعي ومشمور على الأرض. حاولت أصحيه، وأول ما صحى ظل يناظر بوجهه ويقول لي باعش راح أسوي بيك إلا أشتكي عليك، وأنا أعرفك وإلا أوصلك وإلا أجيبك، ليش تضربني وليش؟ قلت له أنا لا، بس اصبر خلي أفهمك ما أدري شنو. قام يدفع بي، إلك عين وشون تضربني هاي الضربة؟ ظليت أطالع عليه. قلت له بس اصبر أفهمك آخر شي. قلت له اسمع، انا بعد ما اقدر اضحك عليك زيادة، فلوسك موجودة انطيك اياها، ترى البيت مسكون بجن واللي ضربك مو انا، اقسم بالله. وانا اصلا ما خايف من مشكلة، شو تريد تروح تسوي سوي. ظل يطالع بيه بعد ما قلت له البيت مسكون بجن. قال لي انت متأكد؟ قلت له متأكد. كان بذاك الوقت قلبه يدق سريع وكان بالقوة يتنفس وهو يتكلم وياي، وكان يسألني اغرب سؤال. قال لي يعني انت تسكن وحدك بالبيت؟ قلت له اي. قال والقاط الثاني؟ قلت له فاضي وما بي اي احد وفارغ. قال لي انت متأكد؟ لان راح اقول كلام. بعدين سكت، ظليت الح عليه. كان يقول لي يعني انت ما عندك اخت بالبيت موجودة وياك؟ قلت له جاي اقول لك وحدي وعزابي، الصياح والفشار والتلفزيون المشتغل بصوت عالي. زين بالنهار اهلي وين؟ غيري نزلون، وشون اجيبك اسكنك اذا عندي اهل؟ ظل طالع بوجهه وقال لي يعني انت مو عندك اخت اسمها فلانة؟ قلت له اي عندي بس صغيرة. قال لا كبيرة هيك؟ قلت له لا انت متوهم. المهم ظليت الح عليه. وبعد ما ظليت الح والح قال لي بالليلة الاولى نزلت علي بنية وفتحت الباب ودخلت لي جوه وتفاجأت بيه، وانا هم تفاجأت. وقالت لي اسكت لا تحكي ترى اخوي يذبحني، طبيت عليك عن طريق الخطأ. وسألتها قلت لها انت منو؟ قالت لي اخته. وطلعت وحتى سألتها قلت لها انت وين؟ قالت انا بالقاط الثاني. قلت لها انت اكيد جاي تكذب علي، قال لي انت جاي تقول البيت مسكون وقمنا نتجادل انا وياه. المهم قرر يعوف البيت ويطلع، وبذاك الوقت عاف لي شوية يعني من الفلوس وطلع. ذاك الوقت بعد ها هي البيت لازم اعوفه والموضوع كبير واني ما اقدر عليه. وباليوم الثاني رحت على الشخص وترجيته يرجع لي حتى اذا نص المبلغ خلي اشوف بيت. قال لي تريد تعوف البيت عوفه.
تريد انت ظل ساكن ظل ساكن، انا مو عندي اشكال، لا تقول لي البيت مسكون والبيت ما مسكون. رجعت على اساس اخذ غراضي وهدوم واطلع. انا اتمشى بالشارع واقول هم شو اللي يسووا لي؟ قابل شكو، هو شنو اللي صار؟ واحنا ليش نخاف من عندهم؟ ترى الجن عاديين حبابين طبيعيين. هذا الكلام هو مسير اللي انت راح تدخل بمتاهة ما لها اول من تالي. يعني لا تقول عليهم ما يقدرون وهم مثلنا، لا 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 يختلفون، لان الجن الكافر هم جنود لبليس، يعني يجون عليك ويذوك، يحاول بكل الطرق يخليك تكفر، لان يعرف انه انت روحك موجودة بيد رب العالمين تروح باي لحظة، فيفرح جدا لما تروح كافر. وبعد ما وصلت البيت غيرت رأيي، ما اطلع وضع الساكن، وقفت تقريبا بمنتصف البيت وقلت اني ما نطالع منه، اذا انت تريدون مني حاجة او تريدوني اطلع ما اطلع، واذا تريدون حاجة ثانية فاني عادي، تريدون نصير اصدقاء نصير اصدقاء، وانا راح اروح اجلس بالصالة لا تزعجوني. قلت هذا الكلام ردت اشوف ردة فعلهم، ورحت وجلست، مددت على الكنبة، انقلب يمين على يسار، ولاحظ الاشياء الغريبة، الناس اللي تطالع علي وترجع تختفي بسرعة من طرف الباب، البردة اللي تتحرك، الطاولة اللي تنسحب من مكانها وتروح يعني بسرعة وتوقف، والحركات اللي تصير، والاشياء اللي قامت تتحرك، كل هاي الاشياء كنت موثقها، يعني جبت كاميرا وبديت اوثق بالاشياء اللي تصير. بس بعدين صار امر وراحت كل التسجيلات والكاميرا والحاسبة وعدة اغراض وياها. المهم كل شيء كنت اوثقه وعيده واشوف الاشياء فعلا تتحرك، يعني اي شيء كنت اشوفه يتحرك بالواقع كنت اشوفه بعد ما اسجله يعني او اصوره. المهم صارت تعدي الايام وهم وياي. باحد الايام كنت يعني مشتاق جدا للافلام الاباحية، كنت مدمن وما اعرف شنو اللي يغيرني، يمكن الاحلام اللي قامت تصير وياي زائد 18 خلتني اترك، لان كنت اقعد مكتفي بصريا وجسديا، والشاطر راح يفهمها وطلع راسك من السيكو بيكو. المهم قلت خلي اسوي جلسة بيني وبين نفسي، ورحت جبت لي فيلم ورا ايام. الفيلم كان جديد وما مطروق، والمدة مال الفيلم تقريبا اكثر من ساعة على قرص مدمج. وبعد ما جبتها انتظرت تعدي الساعة 9، ما تحلالي القعدة الا بالليل، وشغلته وبديت اطالع. وكنت بذاك الوقت نازع ملابسي، يعني رب ما خلقتني عادي، وحاط بطانية على كتفي، يعني مسوي اجواء وحدي بالبيت وبيت مسكون. هاي الاشياء ما يسويها شخص صاحي ابد الا اذا كان بيمس. المهم ماني جالس وعادي، يعني سويت عدة شغلات وما حسيت غير ايدين تنزل على جسدي وعلى صدري، وصار اللي صار. ويوم اللي طالعت شفت بني حسناء بوجه ابيض مو طبيعي بشعر اصفر جميلة جدا، لحد هاي اللحظة ما شفت بجمالها ابد، واخذتني من ايدي وودتني للغرفة، وصارت اشياء. وبعدها قعدت الصبح وانا موجود بمكاني على الكنبة نفسها، ما ادري اذا حلم او حقيقة، لكن الشعور كان يوصلني 100%، بس انا متأكد كنت صاحي وكنت حتى اطالع. وصرت بكل ليلة اعيد اشياء وهم يجون علي، والبيت مسكون طرقعة على اصوات ابتعاد عن رب العالمين 24 ساعة وصخ ومجنب. حتى استحمام قمت ما اتحمم، انا اطب للحمام اشعر انه شخص يقول لي لا تطب ترى بعد من يجيك، احنا ما نحب هيك، ورد اطلع، او اذا ردت كلش كلش يعني اغسل جسدي فقط، يعني ايدي رجلي هيك شي واطلع. لا صلاة لا صيام لا زكاة لا ذكر لا اي حاجة خارج عن حدود الاسلام. اول ما دخلت يعني هالمكان هذا خرجت تماما، حتى اسم رب العالمين ما اذكره على لساني. مرت الايام وانا على هذا المنهج، بتاريخ 22/9 صار فد موقف معين، هذا التاريخ ما انساه. كنت نايم بالغرفة اليوم هذا تحديدا، سمعت اصوات بعز النهار ضرب على البوب، وكنت احسب الامر اغرب، يعني ما صار لان وياي قبل هيك شيء.
أحد الجامات انكسرت. أنا جاي أمشط شعري على أحد المرايات، شفت وجهي ناظر بي بشع جدا ونازل من عيونه دم، ورجعت لي ورا، وبذاك الوقت انهاريت تماما. وبهاي الليلة ما قدرت أسوي أي شيء، كأنه إنسان مشلول، وجع بكامل جسدي. كنت نايم بالغرفة وبديت أسمع أصوات، ما ضرب وعياط، وما شخص كأنه جاي يتعذب، وأطفال يبكون. كنت فضولي جدا أريد أقوم لكن ما جاي أقدر. انفتحت علي الباب، وأول ما انفتحت الباب ما حسيت غير واحد يضرب مرة وتتمدد على الأرض وتحاول توخره وما تقدر، لحد ما سوالها فد حركة معينة وفصل راسها عن جسده، والدماء ترست المكان. وانا كنت مشنج على السرير، وبعدها دخل طفل بدأ يصرخ، وقام هالرجل هذا يركض وراه، ويمكن ضرب الطفل ما قدرت تتحرك شوية، وكان يصير هدوء، وكان يدخل علي واحد ويطالع بي. كنت مشنج عن الحركة وتنفس لكن بصعوبة. كان يقول لي لا تخاف، هذا اللي شفته هو مجرد ذكرى لا أكثر. فبديت أطالع على الأرض أرد أشوف المرأة، لقيتها اختفت وماكو أي أحد. ظلي طالع بي وقال لي إحنا ما راح نعوفك، موجودين وياك، هذا مصيرك، إذا تركت البيت هذا راح نروح وياك أو أدز أطفالي يروحون وياك، ما راح أتركك، حبيتك حسيتك مثلي. قدرت أتكلم وياه وسألته، قلت له أنت منو؟ قال أنا أحد الجن عمار هذا البيت، من الجن الكافر، وكان يقولها بكل فخر وكل تعالي ويضحك. سألته وقلت له اللي صار شنو؟ قال احنا بطبيعتنا نكذب، لكن ما راح اكذب عليك، الشي اللي شفته هذا صار حرفيا، يتهمونا احنا نأذي، لكن البشر يأذي اكثر من عندنا، احنا اكبر حاجة نقدر نسويها هو سوست لك بإذنك، وانت تروح تسوي الشر، انا ما اسوي شر، انا لساني وسوستي اليك شر، لكن انت اشر من عندي بقاطات، اللي شفته هو الرجل نفسه اللي قتل المرأة اللي موجودة اللي كانت زوجته وعذب اطفاله، وما راح اتكلم قلت لكم عن الموضوع اخاف تنحذف القصة. وبعد ما اتكلم الموضوع اثر بي جدا، لكن عندي مشكلة، نصف الاسفل كنت ما احس بيه كأنه مشلول. وبعدها قلت له شنو سويت لاني ما جاي اقدر اتحرك؟ قال لي لا راح تقدر تتحرك، تأثير طبيعي، كلهم واقفين حواليك، ركز وناظر. بديت اناظر وما جاي اشوف احد. قال لي غمض عين وعف عين مفتوحة، وفعلا بعد ما غمضت عين وعفت عين مفتوحة لاحظت اكو ناس بالغرفة، وكانت وجوههم غريبة، وكلهم تقريبا ملثمين ويطالعون، وما حسيت غير حرارة على خدي، وكنت ملتفت بأحد الاتجاهات. بعد ما رجعت راسي حتى أشوف مصدرها شفت ضوء قوي، ما أعرف شلون فتحت عيوني ولقيت النهار طالع، وبديت أقدر أتحرك. وهاي القصة أذتني جدا، وصار الموضوع يوميا يتكرر قدامي، الأصوات والعذاب النفسي، ويوميا أشوف فت شغلة قوية، وكنت أعرف الجن جاي يسوي هاي الأشياء، وأنا شوية شوية أفقد صحتي وأفقد عقلي، لحد ما دخلت مصحة نفسية بسبب هالموضوع، وتركت ذاك المكان ورجعت بأحد المحافظات الجنوبية، لكن ما تركوني أبد، كانوا يجون علي. عدت أيام وأهلي بسبب أنه راحوا للدكاترة وراحوا على ناس تعالجني عرفوا حتى مكان البيت، وقدرنا نتواصل ويا واحد كان اسمه سلوان، وسلوان هذا كان من ذيك الديار ويعرفه هواي يعني، فتكلم وقال هذا البيت فعلا صارت بيه جريمة كذا وكذا، والناس تقريبا تعفنوا بيه وما حد يعرف، والبيت من ذاك الوقت لهالوقت مسكون بالجن، اجت ايام الناس اللي بصفه شالوا وتركوا بسبب الجن اللي كان يتعدى على منازلهم، لكن بعدين خفت واختصرت الاحداث بس بهذا البيت او الناس اللي تدخل بيه. شلون انت رحت واجرته ما اعرف، ظلوا ملازميني فترة طويلة بحياتي بعذابهم واذيتهم، احيانا يجون يجبروني على اشياء ما اريد اسويها، خاصة لما ادخل للحمام
وكنت أحب أنطو وأجلس وحدي. حتى لما أطلع ويا أهلي، أهلي يروحون يقعدون بأماكن نظيفة، أني أروح وأجلس بمكان عفن جدا. بيوم من الأيام راحوا لأحد الحدائق، قالوا لي وين رايح؟ قلت لهم راح أفتر شوية، لكن الحقيقة أنا رحت ودخلت بالحمام وسديت الباب علي وما طلعت، والناس تجي تدق الباب تريد وأنا ما أطلع. الحمام كان مشترك، يعني بيه تقريبا 4 على صفحة و4 على صفحة ثانية، يعني 8، حتى إذا ظل باب مسدود مو شرط. فأهلي دوروا علي ورادوا وعجزوا، وبعدين ما أعرف شلون راحوا يعني دخلوا للحمام وعرفوا إنه أنا بالداخل. بعد ما ظلوا يلحون علي بالصياح وقلت لهم أنا بالداخل، ما شفت حاجة، قاعد بحدود الساعتين أو ساعتين ونص بهالمكان، لكن ما كنت وحدي، كانت قاعدة وياي مرة مبتسمان بوجهها مثل الأهبل وهي تتكلم وأنا ما أفهم عليه. هاي حياتي كانت باختصار، لحد ما شالوني وحطوني بمصحة، وكنت يعني شلون العناية المشددة، حطوني بمكان خلاص ما أطلع بعد، وعلاجات ودكاترة، كان نص من جن والنص الأكبر هي أمراض نفسية تعرضت إلها بسبب الأشياء اللي شفتها ويا الجن. إذا أنت تسكن بمكان وتشوفه غريب لا تحاول تكتشفه، أطلع من عنده يا رجل، ما ينفعك أنت تنزل تصعد مستأجر، وإذا اشتريته اسأل رب العالمين ينقذك من عندهم، وروح جيب ناس يقرون بقرآن، أو انطيك نصيحتي المجربة، اقرأ قرآن أنت بلسانك وبالبيت بكتاب، مو تشغل وتقرأ وياه، لا لا، أنت افتح المصحف واقرأ، يعني الكلمة حاول تفهم معناها، مو تقرأ مثل الجريدة. ويقول صاحب القصة، وبعدها صرت أفضل وتحسنت حالتي، لكن بعد 8 سنين تقريبا، والقصة لهنا وتنتهي، وكانت من أرعب القصص علي. احتمال بيها علامات استفهام هواي، هو اللي طلب هذا الشيء حفاظا لخصوصيته. المهم انتهت القصة، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.